في أجواء شديدة البرودة وفي احتفال صغير في ميدان القديس بطرس أضاء الفاتيكان شجرة عيد الميلاد. الشجرة يبلغ طولها 30 مترا ووزنها 30 طنا وقد جاء بها من مناطق الغابات في بلجيكا وتم وضعها بعد تزيينها بجوار مشهد يمثل مولد السيد المسيح سيتم الكشف عنه في أعياد الميلاد. تقليد وضع شجرة عيد الميلاد في الميدان بدأ منذ عام 1982 على يد البابا يوحنا بولس.